كل خير. التحية تتجدد في هذا المساء هنا من عاصمة الميادين ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة 23 من شهر يناير لعام 2015 للميلاد. ننطلق في هذه الأمسية الخاصة بسن الثنايا لأصحاب السمو الشيوخ، وانطلاقاتنا دائما تأتي ضمن التوجيهات السامية لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والمتابعة والاهتمام الكبير من سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، مستمعينا عبر أيضا ذبذبة 93.1 في الأفم، ينطلق أول أشواطنا لهذا المساء الشوط الأول الخاص بالإبكار المحليات الثنايا. المسافة هي 8 كيلومترات المقررة من اللجنة العليا، ولدينا في هذه الأمسية 13 شوطا توزعت ما بين الإبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل. على البركة نسير، على البركة ننطلق، ومباشرة إلى الصدارة إلى المركز الأول الشاهينية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بن سم المنصوري من يقدم هذا الاسم وينطلق مع المركز الأول. مشاهدينا متابعين الكرام، نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني حيث أجد سرابة من هجن الرئاسة يتواجد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب. المميز يقدم هذا الاسم ينطلق مع سرابة على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث وصلت فيه العنود لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بخميس لنبي الزعيم العيناوي من يقدم هذه الانطلاقة هنا ويقدم العنود التي بدأت تغير من المركز الآخر لتأخذ المركز الثالث. انتقل بحضراتكم مباشرة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام إلى المركز الرابع، الوجود هنا مع أيضا ندى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها، تأتي في هذه اللحظات في المرتبة الرابعة، بينما المركز الخامس وصلت زعفرانة من هجن الرئاسة يتواجد علي بن يميل الوهيبي ظافر المضمرين يقدم انطلاقة زعفرانة مع اللون الأحمر أيضا المنطلق هنا على المركز الخامس. انتقل مباشرة هنا إلى المركز السادس ليجد هملولة لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي يضمرها، تأتي في هذه اللحظات على المركز السادس، بينما المركز السابع اللي وصلت مشهورة من هجن الرئاسة صالح بن سعيد بالعري في عملية التضمير والتدريب. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، العودة إلى الشاهينية، العودة إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط الشاهينية اللي في المركز الأول. من هجن الرئاسة يتواجد راشد بن محمد بالسم المنصوري أيضا من يقود هذا الاسم، من ينطلق من خلال تواجد شعار هجن الرئاسة على الصدارة على المركز الأول، بينما نقلتنا مباشرة إلى سرابة تأتي في المركز الثاني. هنا تسربت سرابة لتأتي بشعار هجن الرئاسة، يتواجد المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير والتدريب، يتواجد هنا أبو أحمد ليقدم أيضا سرابة في هذه الانطلاقة الرائعة، ذو خبرة كبيرة وعالية هنا ولقب بالمميز أيضا من خلال الإنجازات الكبيرة والرموز الرائعة التي هو يعرف أيضا متى يستخدمها المميز. أيضا هناك المركز الثالث، وصلت في هذه اللحظات العنود لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس لنبي في عملية التضمير والتدريب، الزعيم العيناوي يتواجد ليقدم العنود على المركز الثالث، غيرت ايضا الى المركز الثاني. نقلتنا مباشرة هنا الى المركز الرابع ليجد في هذه اللحظات ندى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم يتواجد مضمر الشرق الاوسط طارش بن مبارك بالقوبع، ولكن ينخطف هنا ياتي اللون الاحمر ليمر مرور الكرام مع زعفران لهجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير.
والتدريب، بينما هنا الاسم القادم وصلت مشهورة، انطلقت مشهورة في هذه اللحظات من هجن الرئاسة، صالح بن سعيد بن عري المري في عملية التضمير. والتدريب يأتي في هذه اللحظات على المرتبة السادسة والمركز السادس، انتقل إلى المركز السابع ليجد هناك هملولة لسمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي في عملية التضمير والتدريب. هذه هي النتيجة، هذه هي النتيجة وندان الثاني. مشاهدينا الاعزاء، متابعي قناه ابو ظبي الرياضيه هنا في كافه اقطار العالم عبر هذا النقل الحي والمباشر، هنا ايضا بانطلاقه سن الثنايا الثمانيه كيلومترات هي المسافه، وايضا الرقصه مع الكبار. بدانا نقترب من الاربعه كيلو والنص، تاتي شاهينيه على صداره من البدايه في المركز الاول، يتواجد المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري احد الخبراء والمتيمين في هذه الرياضه، من اشار له بالبنان، ذو الخبرة الكبيرة، ذو الخبرة العالية، يحمل ايضا اشارة امتياز. بالفعل هنا ياتي مع مؤسسة هجن الرئاسة، يقدم الشاهينية في هذا الاداء الراقي، في هذا الانطلاق المثير، في هذا الانطلاق ايضا الرائع على المركز الاول، هنا مع الشاهينية لهجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري، بينما المركز الثاني الوصول من زعفرانة غيرت الى الصدارة، انطلقت الى المركز الاول زعفران لهجن الرئاسة، يتواجد علي بن إميل الوهيبي ظافر المضمرين. انتصفت المسافة أيها المتابعون والمشاهدون، هنا انتصفت المسافة، بدأنا بالأربعة كيلومترات الأخرى لنفتح صفحة أخرى جديدة هنا تنطلق من خلالها هجن الرئاسة في هذا الاندفاع الكبير، التحدي المثير. عاد المستحيل مرة أخرى ليقدم الشاهينية على صدارة على المركز الاول في هذا الاداء الجميل والرائع، لياتي مع الشاهينيه من هجن الرئاسه، هناك راشد بن محمد السم المنصوري، زعفرانه في المركز الثاني لهجن الرئاسه، يتواجد علي بن ميل الوهيبي، يقدم زعفرانه ولكن العنود على المركز الثالث، وصلت العنود مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في المركز الثالث، تاتي بشعار هجن الرئاسه او شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، يتواجد محفوظ بخميس الي نبي في عمليه التضمير والتدريب. انتقل مباشرة هنا الى المركز الرابع، وصلت سرابة، تسربت سرابة، وصل المميز ليقدم سرابة هنا من هجن الرئاسة، ايضا وصلت لتنضم الى المجموعة الامامية الى جسر العبور. سرابة ايضا والعنود والزعفرانة والشاهينية في الاربعة المراكز الاولى المتقدمة بقيادة الشاهينية، وصلت هنا ايضا ندى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب سعيد المكتوم، يتواجد ايضا طارش بن مبارك بالقوبع ولكن مشهوره القادمه، مشهوره هنا من هجن الرئاسه صالح بن سعيد بن عري المري في عمليه التضمير والتدريب، بينما هناك ايضا الوصول من هملوله سمو الشيخ محمد بن المربى مكتوم المكتوم سعيد بن عبيد السبوسي، يضمرها ولكن اعود الى جسر العبور، جسر العبور اول العابرات الشاهينيه واول المنطلقات من الستارت هي الشاهينيه، ما خذت الصدارة على المركز الأول. يأتي المضمر المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، يقدم هذه الانطلاقة، يقدم هذا الأداء الرائع، يقدم هذه النجومية الكبيرة كما قدم في أسبوع الصغار، هناك نجومية رائعة في سن اللقاية وسن الإذاع. يأتي المضمر المستحيل الذي يقدم هنا شاهينية على الصدارة على المركز الأول، هو أيضا من ينافس على المركز الأول، من يقدم الشاهينية في صدارة هذا الشوط من هجن الرئاسة. ياتي راشد بن محمد بالسم المنصوري، يقدم هذه الانطلاقة، احد الابطال المضمرين والمشاهير في عالم التضمير، هو من يحتفظ بافضل توقيت في سن اللقاية ايضا هنا في مجلس دول التعاون الخليجي من خلال تواجد مثير الذي سجل التوقيت الافضل والرمز الغالي في العام الماضي في سن اللقاية، حيث ايضا سجل حدث حتى هذه اللحظات لم يسجل، 7 دقائق 8 ثواني 5 أجزاء من الثانية. هذا هو المستحيل، من يقدم الابداعات في سن الكبار كما قدم الابداعات في سن الصغار، يقدم الشاهينية على الصدارة على المركز الاول راشد بن محمد السم المنصوري. هنا المضمر الظاهر ياتي ليقدم ايضا زعفرانة على المركز الثاني، ينطلق ايضا المركز الثاني مع زعفرانة من هجن الرئاسة وعلي بن ميل الوهيبي، يقدم هذا الاسم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، بينما المركز الثالث العنود وصلت على ثالث المراكز لسمو الشيخ ذياب بن
محمد بن زايد آل نهيان يتواجد محفوظ بقميص الينيبي في عملية التضمير. الزعيم العيناوي الله 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 وصلت سرابة على المركز الرابع، تأتي من هجن الرئاسة ليتواجد المضمر المميز هنا أيضا ينطلق ليقدم هذه الانطلاقة. مبارك بن أحمد المايد الخيلي يسير في هذه الانطلاقة يندفع ليقدم سرابة، بينما ناخذ المركز الخامس اللي وصلت المركز الخامس هنا ندى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. يتواجد طارش بن مبارك بالقوبة في عملية التضمير والتدريب، وصلت مشهورة من هجن الرئاسة، يتواجد صالح بن سعيد بالعري المري. هذه النتيجة، أعود إلى المنعطف الأخير، أعود إلى الصدارة الأولى. الله الله الله، شوفوا هذا المنعطف، هذا المنعطف الأخير تنطلق من خلاله الشاهينية، تندفع من خلاله الشاهينية لتفتح بوابة الناموس، بوابة الكيلومتر الأخير كما عودنا. المستحيل هنا بدأ أيضا بالانطلاق الرائع والجميل، الشاهينية من هجن الرئاسة، راشد بن محمد بسم المنصوري المضمر المستحيل يأتي هنا مشاهدين الأعزاء ليقدم هذه الانطلاقة على الصدارة على المركز الأول. المركز الثاني، تحركت العنود، انطلقت العنود على ثاني المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. يتواجد محفوظ بن خميس النيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما هنا القادمة على المركز الثالث وصلت زعفرانة، زعفرانة من هجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا الشاهينية هي من أيضا تزف التهاني والناموس إلى هجن الرئاسة في أول أشواط هذه الأمسية، في أول انطلاقات هذه الأمسية لسن الثنايا. تأتي الشاهينية مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام من هجن الرئاسة، يتواجد المضمر المستحيل راشد بن محمد بن المنصوري، ايضا يطلق الشاهينية تهانينا والناموس، ايضا نزفها على ظهر الشاهينية الى مؤسسة هجن الرئاسة والى المضمر المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري. تهانينا من الاعماق تاتي مع الشاهينية، الحمر خطر مر وعبر بالفعل. هذه هي التجهيزات، هذا هو الاداء الرائع، هذا هو المضمر المستحيل. شكرا يا ابو دياب على هذا الاداء الكبير والرائع. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام، الشاهينية هي ايضا من تاتي الى خط النهاية، وخط النهاية من يقف مرحبا بهذا الاسم وبهذا الشعار. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولراشد بن محمد بن سم المنصوري. وصلت الشاهينية هنا مع الامتار الاخيرة، تهانينا والناموس بالفوز والانتصار برفقة المضمر المستحيل. بينما المركز الثاني كانت هنا العنود ايضا من وصلت لثاني المراكز، العنود لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، تهانينا والناموس لمحفوظ بن خميس النيبي. المركز الثالث زعفرانة من هجن الرئاسة وصلت في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع الوصول على رابع المراكز مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تأتي سرابة من هجن الرئاسة، تهانينا لهجن الرئاسة. بينما المركز الخامس هناك ندى لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، تهانينا والناموس، والتهنئة أيضا لطارش بن مبارك بالقوبع. هنا لحظات الإعادة من المخرج والزميل الذي دائما يأتي بما هو جديد. هنا لحظات الإعادة لأول أشواط هذه الأمسية الرائعة التي سجلت الشاهينية من خلالها هذا الفوز والانتصار بقيادة راشد بن محمد بن سم المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. هنا ما شاء الله تبارك الله، التوقيت الزمني 12 دقيقة 40 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لهجن الرئاسة ولراشد بن محمد بالسم المنصوري. بينما المركز الثاني وصلت فيه أيضا هناك العنود لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تهانينا للزعيم العيناوي محفوظ بن خميس النيبي. لحظات وصول العنود هنا تأتي في هذه اللحظات إلى خط النهاية، حيث قطعت مسافة السباق مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا من 8 كيلومترات في 12 دقيقة 59 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، والتهنئة لمحفوظ بن خميس النيبي. زعفرانة من حلت في المركز الثالث لهجن الرئاسة بتواجد علي بن يميل الوهيبي.
هنا حيث قطعت المساوي 13 دقيقة ثانية واحدة وجزئين من الثانية. هكذا كان الانطلاق مشاهدينا.